ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اهم واقوى شخصيات سلسله مورتال كومبات. حلقتنا النهارده ببساطه هتتكلم عن منقذ الارض والبشريه من الدمار، بطل معبد الشاولين لو كانج. بس الاول تعالوا نتعرف ايه هو معبد الشاولين. عبارة عن معبد صيني اتعمل عشان تدريس البوذية، ولكن مع الوقت اصبح المعبد ده متخصص في تدريب رياضة الوشو. ومن كتر ما ازدهرت وتعرفت الرياضة دي، بدأ يظهر طائفة بتسمى بالوشو شاولين، واللي كان فيها اكتر من 1000 راهب. واحد بقى من الرهبان دول وبطلهم كان لو كانج، واللي تم اختياره كمان عشان يشارك في البطولة رقم 10، اللي كان تعتبر فرصة اخيرة لكوكب الارض والبشرية، لان الارض اتهزمت في 9 دورات اللي فاتوا. ولو كانت بقى خسرت في البطولة العشرة دي، كانت هتفتح بوابات العوالم مع بعضها، وتصبح بذلك الارض تحت سلطة زعيم الشر والدمار شاو كان. فهل بقى هيقدر لو كانج ان ينقذ كوكب الارض والبشرية من الدمار؟ في الفيديو ده هنتعلم مع بعض كل ضربات وكمبهات لو كانج. ازيكم يا شباب، واول قناة مصرية متخصصة في العاب الفايتين جيمز، معاكم الدرش دي اس اس من جيمر اكس. هنبدأ مع بعض دلوقتي بالبيزك كومبو او الكومبوهات العادية. ده اول كومبو للو كينج، وعلى فكرة بنقدر نوصله بكومبو تاني. انا كده كده في وقت الكومبوهات اللي بنقدر نوصلها بكومبوهات تانية هقول لكم وهعرفكم، علشان ناخد بالنا ونركز على الكومبو كويس. ده تاني كومبو، وهو واحد من الكومبوهات المهمة، لان انا بقدر اوصله بكومبو تاني او ان اقدر اعمل بيه كراشنج بلو، وهنشوف الاتنين هيتعملوا ازاي في الفيديو كمان شوية. الكومبو اللي قدامنا دلوقتي ده هو بيبقى بداية كومبو او فول كومبو كامل، وبرضو الكومبو ده مهم جدا جدا جدا، لان انا بقدر ابني عليه مجموعة كبيرة قوي قوي من الكومبوهات. ميزة الضربة ديت ان انا بضرب فوق بس اخر ضربة هنشوفها هتبقى من تحت، فاقدر اعمل ديفنس بريك خاصة لو الشخصية اللي قدامي واقفة صدى من فوق. فانا لما بضرب بقدر ان انا اكسر له الديفنس بتاعه لما بضرب من تحت. ده الديفنس بريك التاني، اهو بضربه من تحت وبعدين من فوق وبكمله الكومبو. اهو الشخصية اللي قدامي صدى ايه، ضربته من تحت وكملت من فوق، وهنشوف قدام شوية ازاي اقدر اوصله الكومبو. ده كومبو عادي جدا، وبرضو بقدر اختم بيه كومبو كامل. طبعا ضربة النار الشهيرة بتاعت اللو كينج، ودي بتبقى كويسة او بستخدمها لما بعمل التلاتة ورا بعض، خاصة لو الشخصية بتبقى طايرة. الضربة اللي قدامنا دلوقتي برضو تعتبر احد الضربات اللي بتبقى ختامية للكومبو، خاصة لو هستخدم معاها الار ون زي ما احنا شايفين، فبتعمل دامج جامد اوي. الضربة ديت وهي واحدة من اهم الضربات اللي انا بقدر ان انا اخلص بيها كومبو، او ان اقدر اعمل بيها كراشنج بلو للشخصية اللي قدامي لو نفذتها عليه 3 مرات خلال الماتش، فبتعمل كراشنج بلو. ويا سلام بقى لو عملت بيها الكراشنج بلو وانا بقفل بيها كومبو، فبيبقى الدامج عالي قوي قوي قوي. الضربة دي ضربة متنوعة وجميلة، لان بقدر اعمل بيها ديفنس بريك من فوق او من تحت زي ما شفنا الضربة الاولانية بتاعتها خالص، وميزتها كمان ان انا بستخدمها للناس اللي بتحب تلعب من المدى البعيد. هنشوف دلوقتي الكومبوهات الكاملة، ودي مش الكومبوهات كلها يا جماعة، دي مجموعة من الكومبوهات، لان احنا دايما بنركز على المبتدئين في اللعبة انهم يقدروا يعملوا كومبوهات سهلة. ده الكومبو الاولاني قدامنا اهو، كومبو سهل قوي مفيهوش اي حاجة خالص. ده تاني كومبو قدامنا، نفس الكومبو الاولاني، ولكن الاختلاف كله في القفلة بتاعت الكومبو. الضربة الاخيرة الاولى عملت فيها انا بحب اسميها البومب، ان انا بنطلق عليه، ودي الضربة اللي احنا بنسميها بالعامية كده البدان. ادي كومبو كمان قدامنا اهو، برضو بنعمله بسهولة خالص وما بنستخدمش فيه زراير كتير او حركات كتير علشان ما نتلخبطش. وزي ما احنا طبعا شايفين الدامج بتاعه ظاهر قدامنا، مش محتاجين نتكلم على قوة الدامج بتاعت الكومبوهات بتاعت لو كينج. نفس
الكومب، ولكن برضو هغير النهاية بتاعته. الميزة لما بختار نهاية البدال ده زي ما اتفقنا ان هو ببقى ممكن اعمل كراشنج بلو للشخصية اللي قدامي، ودي هتديني دامج اعلى. اهو الكومب قدامنا على البطيء اهو، سهل مفيهوش حاجة. هنبدأ نشوف دلوقتي كومبوهات اطول شوية اهو، زي ما احنا شايفين الكومبو انت ومهارتك. لو حاسس ان انت عايز تزود عليه حركات هتقدر تزود عليه حركات. وبقول تاني احنا اخترنا الكومبوهات السهلة للمبتدئين، اللي لسه بادئ اللعبة او مش متمكن من الدراع في الكومبوهات يقدر ان هو يتعلمها ويعملها بسهولة. ادي الكومبو قدامنا ولكن بقفلة تانية مختلفة خالص. والدمج طبعا عالي جدا، ودي الميزة في اليو كينج. ادي الكومبو بشكل تاني خالص، وبرضو طريقته سهلة جدا بس محتاجة شوية تركيز في التوقيت. هنشوف الكومبو تاني اهو. وعلى فكرة الضربة التانية اللي بيعملها لو كينج دي ممكن تكون اصلا بداية كومبو، يعني انا لو في وسط ماتش وعملت تاني ضربة هنشوفها دلوقتي في البطيء مش ديت، هنشوفها وركزوا معايا اهي، دي لوحدها في اي ماتش لانها بترفع الخصم اللي قدامي لفوق، فاقدر ان انا اكمل بكومبو بيها على طول من غير ما اخد الخطوة الاولانية اللي انا عملتها. ادي الكومبو بطريقة تانية برضو زي ما احنا شايفين، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكم اكتر مجموعة من الكومبوهات السهلة لليو كينج، علشان اللي هيحس ان في كومبو فيه ومريحه ممكن يقدر يركز عليه ويعمله. دي الكومبو برضو بس مع الضربة مختلفة او القفلة بتاعت الكومبو مختلفة. وانا بصراحة بفضل حركة البدال عشان زي ما قلتلكوا اولا بقدر اكملها كتير جدا زي ما احنا شايفين، بقدر ادوس على الار1 ليها مرتين وممكن تعمل لي كمان كراشنج بلو. ده واحد من احسن الكومبوهات اللي تقدر تخدع بيه الشخصية اللي قدامك اهو، بعمل له ديفنس بريك من تحت وبقدر اكمل عليه كومبو عادي جدا، ودي ميزتها قصاد الناس اللي بتصد كتير او بتعرف تدافع كويس. اهو بضربه وبقدر اكمل الكومبو، لان زي ما قلنا قبل كده اهو بص انا رايح هضربه من تحت، ولو صادد من فوق خلاص عملت له ديفنس بريك مش هيصد تاني، واقدر اكمل الكومبو بتاعي براحتي خالص. هنشوف دلوقتي الكراشنج بلو لليو كينج مع بعضينا. ادي اول كراشنج بلو، وده بعمله لما بيكون تالت مرة انفذ عليه الضربة بتاعت البدال. اهو انا بعمل كومبو عادي جدا، وادي في وسط الكومبو لان دي تالت مرة عملت له كراشنج بلو، شايفين الدامج عامل ازاي. تاني كراشنج بلو، وده بيجي من الكاونتر ان هو يكون بيحاول يضرب، فانا بعمل الضربة اللي احنا شفناها دي اهي، هو لسه بيضرب اهو، فانا لما عملت الضربة عملت كراشنج بلو وبقدر اكملها بكومبو عشان استفيد من الدمج. بصوا الدمج يا جماعة عامل ازاي، دامج خرافي جدا 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 من الضربة دي. ده الكراشنج بلو العادي للشخصية كلها، بس الميزة هنا عند اليو كينج ان انا اقدر اكمله بكومبو كبير. يعني هنشوفها تاني اهي، خلاص قام اترفع في الهواء قدام اليو كينج، دي فرصة ذهبية بقى اهو، اقدر اعمل عليه كومبو عادي جدا اهو. ويا سلام كمان لو كملتها بكراشنج بلو تاني للبدال لو كانت تالت مرة. اهو هنعمل تاني عليه كومبو تاني. خلاص نقطة ضعف كبيرة قوي قدام لو كينج، وبانشمنت هايل لو قدرت ان انا الشخصية اللي قدامي تكون طايرة في الهواء. لو كينج هنا بيلقطه بمجموعة من الكومبوهات بتقدر تعمل دامج كبير جدا جدا.
ده الكراشنج بلو بتاع ضربة البومب او الصاروخ زي ما بنحب نسميها، وبرضو دي كاونتر لو كانت الشخصية اللي قدامي بتضرب. دلوقتي يا شباب طبعا ناس كتير طلبت مني اني اجيب ماتشات من الرانكد ماتش، فدي مجموعة من الماتشات من الرانكد ماتش بليو كينج هنشوفها مع بعضينا، وهنشوف على قد ما اقدر قدرت انفذ لكم كومبوهات جواها. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بالكومبوهات واستفدتم منها، واسيبكم دلوقتي مع ماتشات ليو كينج في الرانكد ماتش. سلام. Thank you.
Not myth. Round two, fight!